السلام عليكم اخوتي اخواتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم غادي نخرجكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا الاجواء ديالنا كيفاش دايره هنايا مع راس السنه بالليل، وغادي نشارك معكم ان شاء الله واحد المسابقه اللي هي مزيونه. وبقاو معايا، هانتوما كما كتشوفوا هنايا دايرين الشمع كي زعما بحال كيترحموا على الناس اللي ماتوا، وهانتوما كيفاش كتشوفوا الاجواء. واخا راه هو الحجر الصحي دابا عندنا وصدوا قهاوي وصدوا كلشي، ولكن راكم عارفين الناس كيخرجوا وكيشريو الكادوات هكا لبعضياتهم وداكشي. المسابقه كما قلت لكم، هذه المسابقه هي جيف واي اللي منظمه واحد البنت اللي هي غزاله تبارك الله عليها والله يخليها لوالديها. هي راما هبه والله عمرها دار وكتساعد مع الناس. وبقاو معايا غنوريكم كيفاش تشاركوا في هذا الجيف واي. ها انتم اخوتي، انا غنحط لكم ان شاء الله من بعد الفيديو غنحط لكم الرابط ديال راما هبه، وديك الساعة غادي تدخلوا عندها ان شاء الله وغادي تشاركوا معها. اللي بغى يشارك راه غادي يشارك، يخلي الايميل ديالو ولا الفيسبوك ولا التليفون، وان شاء الله يكون. اخوتي الطريقة كيفاش تشاركوا في هذه المسابقة اللي غيكون فيها سوايع، غيكون فيها دولارات، غيكونوا فيها بزاف الحاجات. اول حاجة غادي ديروا سمية ديال راما هبة، راما اللي غتكتبها بالفرنسية او العربية، وغادي تطلع لك هذه القناة، هي القناة ديالها. ومن بعد غادي تدخل عندها القناة ديالها وتابونا عندها، وتابونا على هاد القنوات كاملين اللي عندها. حنا 15 قناة انتما كتشوفوا، 15 قناة كلهم تفعلوا عندهم الجرس وتابونا عندهم وتبعوهم مدة هاد الايامات اللي باقا، تقريبا 10 ايام اللي باقا ديال راس العام. تبعوهم اي حفل داروا ولا اي فيديو داروا غتفرجوا فيه مدة 5 دقائق هكا ولا 6 دقائق، وتخلي لهم واحد التعليق اللي في المستوى وواحد القلب ازرق. وان شاء الله في اخر الشهر ان شاء الله تقدروا تستافدوا نتوما، يا اللي عنده القنوات ولا اللي عنده الحسابات الخاصه ديالهم اللي هو كاينين فيهم كما قلت لكم، كاينين فيهم مراتب ديال الفلوس، وكاينين بحال هكايا السوايع، كاينين بزاف الحاجات كاينين فيهم. كاينين فيهم فلوس اللي دولارات، كاينين اللي غيربحوا تقريبا 20 واحد اللي ان شاء الله غادي يربح معنا. وكنتمنىكم تابوناو عندهم كاملين وتتبعوهم، اي واحد له شي فيديو تقدروا تشوفوه ليهم. انتم كما كتشوفوا تبقاو هكا واحد مرا واحد تفعلوا الجرس وتابوناو عنده، وفين ما يجيك شي اعلان ديال شي واحد غادي تدخل الفيديو ديالو وتفرج منه، واخا غير اقل الوقت 5 دقائق ولا 6 دقائق، وتكتب له شي تعليق اللي كما قلت لكم يكون في المستوى. وان شاء الله الاخر في الاخر ان شاء الله في اخر السنه غادي تسحب ان شاء الله، تقريبا غيربحوا ان شاء الله 20 واحد ان شاء الله اللي غيربح معنا. وها هي المسابقه اللي قلت لكم، وراهي مسابقه مزيونه ويقدر يشارك فيها اي واحد، يا اللي عنده القناه واللي ما عندوش القناه. كما كتشوفوا اللي لاح شي فيديو دخلوا عنده وتكتبوا ليه شي تعليق زوين وشي قلب هكا ازرق كما كتشوفوا. هاد الاخوات ديالتهم كما هكا لاحظت الفيديو، غادي ندخلوا عندها ونديروا لها شي تعليق زوين بحال هكا ونتفرجوا لها في القناه ديالها. هذا هو المطلب ديالكم، ساهل داكشي ماشي صعيب. هادشي اللي بغيت نشاركو معكم، وكنتمنىكم تتفاعلوا مع هاد القنوات هادو وتفرجوا فيهم، وغتكونوا نتوما ان شاء الله المستفيدين. هكا نتعاونوا مع بعضياتنا، حنا كنستافدوا منكم وانتم تستافدوا منا ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا كتبوا لها شي تعليق اللي يكون مزيون، ونخليو لها قلب ازرق باش كتعرفك بلي وراها راك ان شاء الله باغي تشارك في المسابقه. وهانتوما اخوتي وبقاو معايا حتى يسالي الفيديو ان شاء الله يا ربي. انتم المشاهدين ديالي كنتمناكم تدخلوا عند هاد الناس هادو وتابوناو عندهم وتكونوا ان شاء الله من الفائزين ان شاء الله يا ربي. ونتمناكم يعجبكم ان شاء الله هاد الفيديو، وما تنساوش ديروا اختكم جيم، واللي مازال ما شاركش يشارك، واللي مازال ما شاركش كنتمناكم نتمناكم تشاركوا في هاد القنوات هادو، وراه كاينه استفاده. وكنتمنى ان شاء الله حظ موفق لكاع الاخوات ان شاء الله اللي غيشاركوا ان شاء الله في هاد المسابقه. وهاد المسابقه راه زوينه وكاينه الاستفاده اللي كما قلت لكم، اللي عنده القنوات ولا اللي عنده حسابات كاين فيهم فلوس، كاين فيهم سوايع، كاين فيهم دولارات، كاين فيهم بزاف الحاجات. وهذا هو اخر فيديو، وخليتكم على خير ونتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه، والسلام عليكم وخليتكم على خير. وما تنسوش اخوتي تشاركوا في القناه.